دي كانت اهداف 2006 و2008 و99 داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نروح دلوقتي بقى مع حضراتكم لفقره لاعب المستقبل. دايما في كل حلقه في برنامج الاشبال بنرشح لاعب بنقدمه للفريق الاول وبنقدمه كمان لفايلر. لاعب ان شاء الله بنتنبأ ان شاء الله يكون موجود مع الفريق الاول لو خد فرصه. لاعبنا النهارده هو اللاعب محمد شكري. محمد شكري بيلعب باك ليفت، بيلعب في فريق شباب النادي الاهلي مواليد 99، بيلعب باك شمال ونص ملعب وكمان في الحته اللي تحت المهاجم ناحيه الشمال، 170 سم 65 وزنه. انضم لاكاديميه الاهلي عام 2005، وما شاء الله كمان محمد شكري بيقدم مستويات رائعه مع فريق شباب النادي الاهلي. نروح نشوف التقرير ده عن محمد شكري ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. لن تتوقف الحياة، فالآلي ليس مجرد ناد، هو كيان تستمر فيه البطولات مقترنة بالأخلاق والمبادئ والقيم، تتوارثها أجيال، تمنحها لأشبال، فتعلمها لأبناء. شجرة المواهب لا تنضب. هناك في مقر مدينة نصر نعلم أبناءنا المبادئ والأخلاق قبل البطولة، القيم والانتماء قبل منصات التتويج. نعلمهم معنى روح الفانيلا الحمراء. لهذا نحن دائما نختلف، لأن الأجيال تعلم بعضها فيكون الطريق ممهدا لهم. من مدينة نصر إلى التتش بالجزيرة، مواهب جديدة تظهر يأخذها الحنين للسير على درب النجوم والرموز. أحدهم محمد شكري. ولد محمد شكري جابر خليل وشهرته محمد شكري في 6 يوليو عام 99. انضم لأكاديمية النادي الأهلي لأول مرة عام 2005 مع كابتن أحمد سمير، ثم انضم لقطاع الناشئين بالنادي بعد أن نالت قدراته إعجاب أمين عرابي. محمد شكري الظهير الأيسر لفريق 99 بالأهلي، يجيد اللعب في أكثر من مركز ويدين بالكثير لمدربيه ياسر رجب، محمد سعد، عمرو أنور. محمد شكري يتوقع له الجميع مستقبلا باهرا ونواه لمشروع لاعب جديد. حلمه الأبرز هو قيادة القلعة الحمراء لمنصات التتويج. محمد شكري الهادئ المتزن هو مشروع لاعب يقدمه برنامج الأشبال، ليكون تحت أنظار الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة سويسري ريني فايلر، فهو نجم على الطريق.